اليوم هل يحق هل يعني دستوريا يجوز مساءلة حكومة تصريف أعمال أو ما لم؟ هلا فيها هيك تم استجوابها، بس السؤال الحكومة أو طلب جلسة لسؤال الحكومة اليوم هل يستقيم هذا الموضوع دستوريا؟ هلا هي فيها أو ما فيها، لأنه عم بقول لك إنه نحن حكومة مستقيلة بدك تسحب مني الثقة، ممكن. بس كمان هن بنفس الوقت عم بيمارسوا أعمال، عم بيمارسوا بمناصبهم تصريف الأعمال اللي ممكن يكون في يعني مساءلة عليه، إنه بعدك أنت عم تتصرف بموقعك، بعدك يعني قائم بموقعك، فانت هون كمان يمكن تكون عم تعمل شيء غلط. مجلس النواب له حق يعني باجتهاد معين على الاقل انه يكون عم بيسائل ليش عملت هيك، ليش صرفت هيك، من مبدا المحاسبه. يمكن ما في خلص ثقه، ما في، بس فينا نسائل. واحد مرتكب طبعاً غير الفعل يعني تماما، اذا ما عم بيقوم بشيء هذا كمان صحيح، عم بيسيء اذا في تقصير دول. صحيح. ونحن حكينا كمان مع دولة رئيس بري إنه ما رأيك ما طلع موقف أو ما بدهن عند رئاسة يعني يطلع عن الحكومة موقف مجتمع كرمال يضل بهذا التقسيم الأدوار أو يكبوه عن الحكومة؟ واضح هو هذا واضح إنه في يعني إذا بدك تمييع لعملية 6433 لا يثما يشوفوا شو بدهن يعملوا مع آموس. هذا بكل بساطة يعني. شو أبلغكم؟ هو موافق مع رئيس الجمهورية؟ لقيته إنه كلامه منسجم مع كلام رئيس الجمهورية أو موقفه أقله؟ اي طبعا انا بعتقد كلهم متفقين على وحسب ما قال امبارح الرئيس مئات انه هن رايحين بموقف موحد حيطلع عن الرئيس ميشيل عون مع آموس كرئيس الوفد المفاوض حسب الصلاحيات الدستوريه، فهن موقفهم موحد. وكمان الرئيس ميقاتي كان اذا بدك يعني متوجس من المواجهة بهذا الموضوع، أنه ممكن تأثر علينا اقتصاديا، ممكن تأثر على قدرتنا على استخراج النفط بالمستقبل، أنه اليوم في القوى خارجية ضغطة على توتال مثلا حتى عم تنقب ليث ما يكون انحلت قصة ترسيم المنطقة الاقتصادية، وفي حاجة اليوم أنه نكون نحن عم نبلش على الأقل بعملية التنقيب حتى شوي الاقتصاد يتعافى وإلى ما هنالك. ففي عنده منطلق آخر، ولكن نحن بنرجع نقول أنه مصرين بغض النظر عن كل هاي الأمور نحن ما فينا نبلش من موقف ضعف بيتبني الخط 23 أو بسقف أوطى. أما اليوم المفاوضة مع آموس على خط 23 أو خط 23 معدل، هذا السلطة التنفيذية عم تعمله لازم يحاسبها مجلس النواب عليه. ما فينا اليوم تكون هيدا الشغل مسلم فيها من غير ما يكون في يرجع شرح لمجلس النواب من خلال الهيئة العامة أو مساءلة الحكومة أو من خلال اللجان كيف وصلنا لهذه المرحلة. سؤال أخير لسكر هذا الموضوع أختم هذا الموضوع اليوم، إذا صدر عن مجلس النواب أو قر هذا الاقتراح القانون يتم إرساله إلى هو كقانون يتم إرساله إلى الأمم المتحدة يجوز هيك ولا بترجعوا تبعتوا للحكومة ومرسوم؟ لا الحكومة طبعا المسار. لا الحكومة هي بتنفذ القانون. صحيح رجعنا لنفس الدوام. بس صار قانون هلأ دستوريا صراحة أو قانونيا ما بعرف المسار كيف حيكون من بعدها، بس اللي بعرفه أنه أكيد القانون بس يقر مجلس النواب يرفع للحكومة، الحكومة بتنفذ القانون. بهذا الموضوع كيف عم تشوف اليوم مسألة في كمان بالبلد اليوم أو أقل بعض الأحزاب عم تقنع جمهورها أنه اليوم هذا الغاز والنفط هو رح يكون الحل الاقتصادي ورح تنحل كل مشاكلنا، حتى البعض راح مثلا من جمعية المصارف إلى ربط هذا الموضوع بأنه تعويض عن الودايع. كيف بس قبل يعني بدنا نحكي شغلة أنه كمان مثير للاهتمام أنه كيف بعض الأحزاب عم بتحكي بعدم التنازل عن خط 23، يعني نسينا أنه اليوم في كلام أنه صار كأنه خط 23 هو خط الدفاع عن الحقوق اللبنانية. أيوة. لا تنازل يعني عنوان الصحف لا تنازل عن خط 23، علما انه نحن لما بنتبنى خط 23 حكما نحن متنازلين يعني تنازلنا نحن تنازلين اوريدي، فهيدي كمان لازم ينتبهوا لها الناس. بالنسبة لموضوع النفط والغاز ايه في كان كلام حتى لافت كان نائب وليد جنبلاط عم بيقول انه هذا مزايدة اليوم التمسك بمسألة 29 من باب المزايدات. يعني مزايدة بالنسبة لهم هن لما تراجعوا صار حدا عم بيعلي عم بيقول الحقيقة بدهم دائما يوصموا انه هو عم بيزايد، بس تعال اثبت لنا اليوم انه انت ما تنزلت، تعال اثبت لنا اليوم كيف انت وصلنا نزلنا من 29 ل 23 بشكل شفاف على اي معطيات قدام مجلس النواب قدام الراي العام حتى نقول انه انت عملت شغل معقول ومنطقي وما تنزلت عن حقوقنا. لليوم اللي ظاهر لنا نحن انه خط 29 هو خط حق لنا تراجع ل 23 من غير ما نفهم ليه، ما عم نفهم شو كسبنا بالمقابل. هل في وهم جديد اليوم عم يرجع ينزرع
بعقول الناس أو بمسألة أنه هذا النفط والغاز هو رح يحل كل مشاكلنا الاقتصادية؟ بعتقد مثل ما منشوف دائما السلطة بتشتغل بالنظرة القصيرة وترقيع. أي ممكن يكون مثلا النفط والغاز نوع من جزء من حل يعني مسكنات أو بداية مسكنات، إنه اليوم نحن صحيح في عنا نفط وغاز وبده وقت لنستخرجه، بس نحن فينا نبيعه هو يعني وبعده تحت الأرض، يعني مجرد نبلش نستخرج. وفي كان كلام إنه في بعض موارد الدولة ممكن تستعمل لتسكير ودائع المصارف اللي خسرتها المصارف فجوة تماما، ونحن هذا الشيء طبعا رافضينه كليا، إنه نحن بالنسبة لنا اليوم كلكم نبلش هلا